السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم مبارك. اليوم واحد المناسبه اللي زوينه، وهي لعيد المراه، وهي اللي شي حاجه مزيانه نهضروا عليها. شنو بان لكم؟ واش عيد المراه هو واحد النهار في العام اللي خاصنا نقولوا للامهات ديالنا عيد مراه سعيد، ولا واحد الشيء اللي خاصنا نحتفلوا به العام كامل؟ ماشي نهار واحد، باش تعامل المراه بواحد المعامله مزيانه خاصك تقدرها، تعطيها القيمه بالحق اللي كتستحقها. على سبيل المثال، فاش كنقول لك انا امراه، تقدر تكون الام ديالك، تقدر تكون اختك، تقدر تكون الخطيبه ديالك، تقدر تكون الصديقه ديالك، اي واحد. الامهات ديالنا الله يخليهم لينا، فاش خلقاتك انت وفاش جيتي للدنيا كيبغونا بدون سبب. فاش جيتي انت ما كان عندك والو، كتلقى الام ديالك كتبغيك لواحد الدرجه ما عمرك تصورها، ولا تلقى شي واحد يبغيك بحالها، كيعطوك كل ما عندهم. علاش مثلا حنا لحد الان كاينين الناس اللي باقا عندهم هذيك العقليه ديال مثلا كلمه كنبغيك ما كيقولهاش للام ديالو، كيحسب لي انها كلمه عيب، ولا خاصني نقولها غير البنت اللي مصاحب معها؟ لا، نبدلوا عقليتنا شويه. العالم كيزيد كيتطور، نحاولوا نعاملوهم بواحد المعامله اللي زوينه. صوني دابا اللي كنت كتفرج في الفيديو ديالي، هز التليفون، صوني على ماماك، صوني على اي وحده ولا ناس قرابين ليك عائلتك، وقول لهم كنبغيكم، كنبغيك بزاف. حاول تشارك معهم الهدايا الزوينه، تعتني بهم. عندك واحد الحياه غتعيشها مع والديك، مع الناس الزوينين، حاول تعيشها بواحد الطريقه زوينه، بواحد الطريقه متحضره، بواحد الطريقه اللي تخلي كاع الناس اللي بالجنب ديالك فرحانين. علاش حنا نبقاو دائما نشوفوا في النساء كجسم، ونبقاو دائما في مشاكل؟ كتشوف الدول بزاف هذه اغتصاب، هذا وقع هذا المشكل. لا، نحاولوا نعيشوا في هذا المجتمع اللي فيه كل شيء زوين، كل شيء كيعامل كل شيء زوين. وتخيل معايا وثق بيا، لك انت انسان كتعامل الناس مزيان، دائما بنادم غيعاملك مزيان، واصلا غتكون مزيان مع الله عز وجل. كيفاش كتعامل الناس ديالك، كيفاش الجيران ديالك؟ نحاولوا نزيدوا القدام مع بعضياتنا، ونبدلوا واحد التصرفات اللي كنديروهم وما كيكونوا الصالحين. وعيد مرأة سعيد لكاع النساء اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو، وكاع النساء اللي في العالم والعائله ديالكم اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو. وخليونا نبدلوا شويه كما قلت لكم الاخلاق ديالنا، لان الحمد لله على الدين ديالنا الاسلام كيقول لنا شي اخلاق اللي زوينين اللي خاص يكونوا في الشخص. ونحاولوا نسميتو كيقولوا حاولوا نتمسكوا بهذه الاخلاق وبهذه الاشياء، ونعاملوا النساء مزيان، وتهلاو في الامهات ديالهم، لان تثقوا بيا ما غتلقوش بحالهم. امهات الاباء ديالكم، هذا فيديو اللي جينا نهضروا على واحد الموضوع اللي هو عيد المراه والقيمه ديال المراه في المجتمع ديالنا، واننا خاصنا نعاملهم مزيان. ولكن او ميم طون نهضروا على اون جينيرال، حنا فاش يكون عندك والديك تهلا فيهم، لانك غتعيش حياه وحده هنايا، ومن بعد غتقدر توفى وفوالا. هادشي اللي كاين. عيد مرأة سعيد للجميع. نتمنى يكون النصائح فاتكم من التجربة ديالي الصغيرة بزاف. وتهلاو في والديكم، وعاملوا الناس مزيان، وعاملوا النساء الأحسن بأحسن طريقة، الناس اللي خدامين، الموظفين، أي واحد، عاملوهم بطريقة زوينة. نحاولوا نعيشوا في واحد المجتمع سليم، حنا عايشين في واحد المجتمع، نحاولوا نشاركوا الأشياء الزوينة بيناتنا. ما تبقاش هذاك الخصومة، هذا غادي للحبس، هذاك جاي، هذا قتل هذا. كتسمع أحيانا واحد قتل والدي، علاش أصاحبي علاش؟ تكرفصوا عليك، ولدوك، كبروك، خسروا عليك الفلوس، في الأخر كتجي فيها واحد الحاجة اللي ماشي لوجيك. واصلا حشومه عند الله عز وجل هادشي اللي كدير، ولا الاشخاص اللي كيفكروا بهذه الطريقه، ما عرفتش من جا، واش هما انسان ولا لا، ولا شي حاجه اخرى. نحاولوا هذا اليوم الزوين اللي كنتو كتفرجوا وباغي تستافد من واحد الحاجه، هز التليفون، صوني على العائله ديالك. عيد مرأة سعيد هي واحد المناسبه عاديه، ماشي اليوم، انا ما كنهضرش على اليوم، كنهضر على اي نهار، اي نهار في حياتك تقدر تتصل بهم، تقدر تهضر معهم، تعامل معهم، تشري لهم الكادوات، تهلا في عائلتك اللي كنت مزوج، عندك وليداتك، تهلا فيهم، عاملهم باحسن حاجه، عاملهم بواحد المعامله مزيانه. ونتلاقاو في فيديو جاي. بسلامه.